طريق الهبد. حتلاحظوا انه في هذا الفيديو انا لابس نفس البلوزة عن الفيديو الماضي، وحتكون نفس البلوزة في الفيديو الجاي واللي بعده. هنا اربع فيديوهات صورتهم على نفس القاعدة. قصنا عليه امتحانات الاسبوع الجاي، فاينلز، امتحانات جامعة، اشي صعب. قلت هاي الطريقة الوحيدة انه اقدر انزل فيديوهات بنفس الوقت انه ما ارسب في الجامعة. Let's start يا جماعتي. صار لي زمان مو حاكي عن تيك توك، مش عارف ليش، مع انه تيك توك جبار. تيك توك هو يعني بالنسبة لي هو كنز. بس خلي اشغل الصوت بالدنيا برد. بقولكم يعني بالنسبة لي تيك توك هو كنز، المفروض انا يعني اكثر واحد يفتح التيك توك. بس القصة انه لما الفترة الماضية هيك سويت كم من فيديو تيك توك ورا بعض، كثير منكم متضايق وصحكي لي بنسيب التيك توك بحاله بصير شو انت ما عندك محتوى وما عندك غير التيك توك. فاخذت اجازة عن التيك توك شهر وهي رجعت ان شاء الله. بس في الفترة الماضية وخصوصا اذا انت متابع على الانستغرام حتكون حضرت هذا الفيديو للبنت، البنت الشقرة. هذا الفيديو هو احلى فيديو بالحياة. هذا الفيديو تبعي المفضل. انا قصصت فريق الهبد عندي على الانستغرام فيها، يعني حتى بالاخير حطيتها هايلايت، يعني حطيتها هايلايت لانه يعني خلص يعني حطيتها هناك عشان اي حد بيفتح يشوفها يتفضل. الفيديو هذا كثير كثير انتشر. احكي لكم كم مشاهده، حخف عقلكم تعرف كم مشاهده في على الفيديو. استنى افرجيكم الفيديو عليه 39 مليون مشاهده. 39 مليون مشاهده. ومن وقت ما انا حطيته على الانستغرام صار كل ما بنت هيك شوي يعني تعمل واحد زيه كفريق الهبد يبعث لي اياه. انا ما طلبت هيك اشي بس يعني. بس كرم كريمين الجماعة ما شاء الله. في هاي البنت كمان عملت الفيديو. انا مبسوط، انا مش قايل لا، عارفين انا مبسوط هون. اخ لما تضحك. فانا انبسطت على هذول الفيديوهات صراحه، يعني مش حكذب يعني. اول فيديو اوكي، ثاني فيديو اوكي، ثالث فيديو، كم من فيديو مبسوط يا اخي. بعدين فجاه بلش اشي غريب يصير، صاروا الشباب يعملوا نفس الفيديو. طلع كيف بالحاسس انه يا 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 الله شو حلو كيوت. لا هيك بيبي هير باي. شو هاد؟ والله انا متضايق يعني، هذا خرب كل الفيديوهات اللي قبله. يعني كنت مبسوط اجا. ومن هون يا جماعه بدا ترند جديد، صار كل شباب التيك توك يعملون زيك. مش عارف يا اخي انا والله من بسم الله الرحمن الرحيم. شو هاد؟ ليه هيك شكلك؟ يعني انت شو قصتك انت الثاني؟ لا انت كثير منفعل يعني، كثير اوفر الزلمه، ماخذ الموضوع بجديه. واو مجتمعين اكثر من شخص على هذا العمل الفني. ياي اوكي كمل. في حد ثاني رابع؟ خوف الله يكون ست اشخاص مجتمعين. طب طلع يا زلمه اقسم بالله شريان راسك طالع من كثر ما انت منغمر في الموضوع. لك شو بتسوي قاعد؟ انت شاب. خلاص ياي شكرا كثير. اللي بعده. لا عمو استنى شوي، احترم لحيتك يا زلمة. والله جد انت عندك اولاد يا زلمة، انت عندك اولاد يا زلمة، تخيل ابنك يشوفك تعمل هيك. لا حول ولا قوة الا بالله. حلو شاب وابوه مجتمعين مع بعض. طلع الاب انه عم فاقع وجهه، هو مبتسم بس يا اخي من جوا قاعد بيموت. طلع يا زلمه. نعم يا اصدقائي، هذا هو ابني، هذا هو المسؤول عن العيله لما انا ما اكون موجود. يس ابني. حرام يا زلمه اقسم بالله، حزن. الفيديو الجاي حيعجبكم لانه في شخص انتم بتحبوه كثير. هذا نفس اللي كان يتمسخر علي لانه ما عندي لحية. كان نفسي هسه هيك امسكه واتمسخر عليه، بس تعرف شو حيصير لو اتمسخر عليه؟ حيعمل فيديو رد علي، تلاقيه بيستنى حد يحكي عنه عشان يعمل رد عليه. فاقول لكم ما حتمسخر علي انا اترفع عن الرد. لا ما بدي اعطيك محتوى حضرتك، ما بدي اعطيك محتوى، شوف واحد ثاني. بسم الله. ايش قاعد مالك يا زلمه فجاه هيك لفيت؟
خلص ايش في يا زلمة، ايش في قاعد بصير؟ الله على الجمال يا زلمة بي. ما بوصل، حاولت قبلك. ايش قاعد بسوي يا زلمة؟ ايش قاعد بتسوي؟ شو بدي في باط؟ شو بدي في باطك انا؟ ليش بتفرجي باطك للناس؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ايش قاعدين نشوف اليوم احنا؟ ايش الجل كله سابك يا أمورة يا حلو. انت اللي بتطلع لك اختي، انت اللي بتطلع. انت لا تزعلي. اعطيها مشية السكسي يا بي. اوي شوات. في كثير زي هيك. حرفيا هسه بقدر اكمل معكم، يعني اخلي الفيديو 10 دقائق بس بهذول الفيديوهات الشباب اللي بيعملوا هذا بهاي الاغنيه. انه شو ليش بتعملوا هيك يا اخي؟ ليش تعملوا هيك؟ انه ليش يعني؟ عارف انه الفيديو مبين بلش من بنات، هو اكثر ناس انشهروا عليه بنات. لماذا ليش الشباب تدخلوا في ام القصه؟ ليش هسا يا جماعه؟ هذا تيك توك يعني بصير فيه كل شيء صح. يعني خلاص انا صاحب، انا هون مش مصدوم يعني، انا اوكي خلاص يعني انا بعمل محتوى بتخوت على الناس فعادي يعني. اوكي هذول الشباب هيك عملوا، خلاص بسيطه. بس انا الصراحه دخلت على حسابات تيك توكرز اصدقاء القناه زي متف والشباب، دخلت على حساباتهم عشان ادور بلكي هم عملوا نفس الشيء عشان احطهم فيديو يعني اتخوت عليهم. فرحت على متف ادور على فيديو اللي بحكي بيبي اهو. مهم ما لقيته عامل هالشغلة، فبهنيك يا متف، لقيت أشياء أحسن لسه. شو عملت؟ كويت هدولي. كيف بدي أشيلهم أنا هلا؟ هيك. لا يا بيي. ما بيروحوا هاو. بيروحوا. لا يا متف بالله عليك. ما بيروحوا. بيروحوا. لا يا متف لا. لا ليه؟ ليش هيك عملت؟ ليش؟ شو فاهم يا اخي؟ تيك توك اوكي اغاني ترقص يا اخي، اوكي ارقص اوكي فهمنا تمام في رقص، انت شو بتسوي؟ يا متف صراحه زلمه محترم وبنحط على الراس، بس شو هذا يا راجل؟ يا راجل طلع اعطينا تفسير علمي، يلا بدك تعطينا تفسير. مشكله يا اخوان اكتشفت ان هاي طلعت ترند عند العرب، ومش بس متف اللي عمل هاي التيك توكيه، كل العرب التيك توكرز قاعدين بيعملوا نفس هذا الاشي. كيف بدي اشيلهم انا هلا؟ هيك. يا بي لا 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 ما بيروحوا هاو. بيروحوا. بس شو؟ بيروحوا. بس ليش هيك عامل ثمك؟ روحوا. شو؟ ابي تحشيش. ما بيروحوا هاو. بيروحوا. ما بيروحوا. راسم قلب على خدود الزلم يعني، يعرف خلص الزلم ما عنده مزح. شو عملت؟ كويت هدولي. كيف بدي اشيلهم انا هلا؟ هيك. وين نبدا يا جماعه؟ سوري وقعت الاضاءه. كيف بدي اشيلهم؟ شيء بيرفع الراس. ما بيروحوا هاو. بيروحوا. الله اكبر. ما بيروحوا. شوفي يا زلمة والله انا شوف انا فعليا قعدت فوق الشهر ما بستخدم، يعني قعدت شهر ما بستخدم التيك توك، صار في ما بعرف يعني رجعت لقيت كل شيء متغير، ما بعرف ايش يعني، مش عارف مش فاهم يعني. هل هذا الشاب هل هذا الشيء عادي؟ شوف كيف بدي اشيلهم انا هلا؟ هيك. كيف بدي اشيلهم؟ زلمة عبى حاله نوتيلا عشان ام التيك توك، عشان هاي التيك توك، عشان التيك توك هي عشان يقعد يحمل هيك امي دوري شو؟ بتعرفوا هسه احنا حاليا احنا في بداية 2020، حرفيا 2020 السنة اللي الأجداد القدامى كانوا فكروا إنه السيارات حتكون بتطير في وحنكون واصلين للفضاء وأبصر شو عالجنا السرطان، وتفضلوا 2020. كيف بدي أشيلهم أنا هلا؟ هيك. وفهموني ليش هيك قاعد بصير؟ شو قاعد بصير في التيك توك؟ ليش الشباب جنوا هيك؟ ما بعرف مش عارف شو اللي يعني. فهمنا اوكي الشاب يرقص، اوكي الشاب يرقص هو حر يعني بده يرقص، بس انه يعمل زي هيك لا، انا اوت جدا. لا ما بدي. شو يا جماعتي ايش رايكم باللي شفناه اليوم؟ شو هذا؟ ليك لماذا يا شباب لماذا تفعلون هذا الكلام؟ متف انت ليش هيك تسوي؟ ليش هيك تسوي يا متف؟ يعني كل فيديو عجبكم احكوا رايكم في القصه في تعليق، لا تنسوا تفعلوا لايك واشتراك وتفقعوا الجرس اذا انتم مش مجرسين. بشوفكم على فيديو جاي وحوش اغنية تعليقات صار بيس. هاي هي اغنية التعليقات، حنختار تعليق عشوائي هلا، هو تعليق عشوائي فلا تزعلوا، تعليق من الفيديو الماضي.
علق في هذا الفيديو عشان تبين في الفيديو الجاي. تعليق عشوائي.